أربعة خمس ست سبعة ثمانية تسعة عشرة وان اثنين رجلك شمال يمين واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة كمان تنتين واحد اثنين كانت هاي مجموعة من التمارين اللي بتساعد على تقوية عضلات الفخذ وعضلات بطة الإجرين من أجل حماية مفصل الركبة. مهم جدا تلعب رياضة حتى لو كان عندك إصابة، مهما كان حجم الإصابة في كمان بديل اللي هو السباحة. مهم جدا إذا ما بتقدر تروح على ما بتقدر تستخدم الجيم أو وضعك سيء لدرجة إنه ما جسمك ما بتحمل هاي التمارين، السباحة إشي مهم. طبعا أهم إشي تتوجه لطبيب في حال صار عندك إصابة لا سمح الله، بيساعدك بوجهك، بتكون مرحلة من مراحل العلاج، بعدها بفوت دور التدريب الرياضي أو التأهيل أو الرياضي للإصابات الرياضية. أتمنى لكم السلامة، نهاركم سعيد. يسعد صباحكم مشاهدينا. يعني حاولنا انه ندعو الناس للنشاط شوي حتى في شهر رمضان، الا بأس من ممارسه بعد صحيح. الرياضه، بس انا ما مارسها برمضان، كثير صعب. تمارين بسيطه جدا وممكن انها تساعدنا كمان في تقضيه الوقت، يعني للناس اللي بقضوا وقت طويل مش عارفين شو يعملوا بنهارهم، بيقدروا انهم يمرقوا ساعات النهار، يحسوا انه النهار مش طويل بالرياضه، بضلها مفيده. المهم جربي بعد الفطور، يعني ممكن نلتف على الموضوع بعد الافطار. ومنتابع في جولتنا الصباحية، ولدينا وقفة جديدة نتحدث فيها عن المعايير المهنية لمعلمي غرف المصادر. هذا ما أصدرته وزارة التربية والتعليم العالي مؤخرا عبر هيئة تطوير مهنة التعليم، وهو كتاب يحمل هذا العنوان. فبالتالي بدنا نتعرف على غرف المصادر، ما هي الطاقم اللي بدنا نتحدث عنه وهم معلمي غرف المصادر، أيضا ما هي المعايير المهنية اللي موجودة في هذا الكتاب. نعم. كل هاي التفاصيل مع ضيفنا هنا في الاستوديو، مدير عام الإرشاد التربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم السيد محمد الحواش. أهلا فيك معنا. أهلين، يسعد صباحكم، كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. أستاذ محمد، بدنا نتحدث في البداية عن طبيعة هذا الكتاب، لمن هو موجه، وخاصة أنه نتحدث عن معلمي غرف المصادر، وربما نحتاج لتعريف أكثر لغرف المصادر هنا. يعني المعايير المهنية لمعلمي غرف المصادر عبارة عن دليل أضيف إلى مجموعة من الأدلة اللي أصدرتها وزارة التربية والتعليم العالي من خلال هيئة تطوير مهنة التعليم والإدارات العامة المعنية. فيمكن وزارة التربية والتعليم أصدرت الدليل المهني لمعايير مدير المدرسة والمشرف التربوي والمرشد التربوي ومجموعة من التوصيفات للمعلمين والعاملين في قطاع وزارة التربية والتعليم. لكن المعايير المهنية لمعلمين غرف المصادر أعتقد واحدة من أهم الأدلة اللي تم إصدارها على مستوى وزارة التربية والتعليم العالي، لأنه هي بتتحدث عن جزء مهم من مرافق المدرسة اللي هي غرفة المصادر. وهي غرفة المصادر إذا إحنا بنتحدث عن تاريخها، أنه سابق إحنا ما كان في عندنا غرف مصادر ملحقة مع مدارسنا، ففي توجيهات من معالي وزير التربية والتعليم العالي ووزارة التربية والتعليم بشكل عام عمالها تقودنا نحو أنه يكون في كل مدرسة غرفة مصادر. بداية هي موجودة في مدارس من الصف الأول للصف الرابع، وهي غرف منفصلة لكن هي ومستقلة لكن ملحقة مع المدارس، وفيها معلم بكون موجود بدوام كامل وليس دوام جزئي. والطالب اللي يلتحق بهاي الغرفة هو الطالب اللي بيكون في عنده صعوبات تعلم، عنده بطء تعلم، ممكن يكون في عنده تأتأة، عنده احتياجات خاصة بشكل يعني عام. إلى أي مدى انتشار هاي الغرف موجودة في مدارسنا بشكل عام؟
والله تسعى وزارة التربية والتعليم أنه يكون في كل مدرسة فيها من الصف الأول للرابع غرفة مصادر، لكن إحنا حالياً اللي موجودين عندنا 171 غرفة بالمحافظات الشمالية بالضفة الغربية، وفي عندنا 55 غرفة كمان موجودين في المحافظات الجنوبية بقطاع غزة. لكن إذا سألتيني قديش كان عدد هاي الغرف قبل حوالي سنتين بس، كان عددهم حوالي لا يتجاوز 70 أو 71، اليوم عددهم 171. في إيمان قوي عند معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور صبري صيدان بدعم هاي الغرف، لأنه المضبوط اللي بيستفيدوا من خدمات هاي الغرف هم الطلاب اللي عندهم احتياجات خاصة، وهدول جزء أصيل من منظومتنا التعليمية. يعني إحنا بالقانون أو نظام التربية والتعليم الفلسطيني اللي صادق عليه سيادة الرئيس ب 17/4/2017 إنه نظام التعليم عندنا لا يستثني أحدا، بما معنى إنه التعليم حق للجميع. لما نحكي التعليم حق للجميع معناته إحنا نوفر خدمة التعليم لجميع الطلاب دون استثناء، يعني إلا إذا كان في عندنا بعض الحالات اللي بحاجة إلى يعني خدمات تأهيلية، بتعرفي إعاقات ذهنية شديدة مثلا، إعاقات مركبة، هاي بتكون فعلا بحاجة إلى يعني خدمات علاجية تأهيلية أكثر. إحنا بنحاول يعني ندعم وندمج الطلاب اللي عندهم إعاقات ذهنية بسيطة، متلازمة داون مثلا، اللي عندهم صعوبات تعلم، بطء تعلم، عندهم تأتأة، يعني اضطرابات نوع من الأمراض، وهذه مش بسيطة، أو طيف التوحد حتى في هذه النقطة كمان. هذه مش بسيطة، بالتالي هي بحاجة لكادر وطواقم بشرية للتعامل معها بأسس معينة، ولربما من هون صدر هذا الكتاب. ولكن خلينا نتحدث قليلا عن عدد الطواقم الموجودة، التدريبات اللي تلقتها هذه الطواقم. وانت بتتحدث عن 171 غرفة مصدر، فبالتالي عدد كبير بحاجة لطاقم كبير. كيف بتم تعيين المعلمين الموجودين في غرف المصادر؟ التدريبات اللي بتلقوها، بتعاملهم مع الطلبة، وإحنا نتحدث عن أنواع مختلفة من الاضطرابات والأمراض والصعوبات اللي موجودة في داخل الصف الواحد، بالتالي المعلم هو ملم بكافة هذه الاضطرابات وكيفية التعامل معها؟ يمكن هذه واحدة من أكثر التحديات اللي واجهت وزارة التربية والتعليم، لأنه في الصف العادي ممكن يكون في معلم رياضيات، معلم لغة عربية، معلم لغة إنجليزية، لكن يمكن أحيانا معلم اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو حتى الرياضيات ما بيقدر يتعامل مع الطلاب اللي عندهم احتياجات خاصة. لذلك غرف المصادر المعلمين الملتحقين فيها بيحملوا يعني تأهيل يسمى التربية الخاصة، وإحنا سعيدين جدا إنه في جامعاتنا الفلسطينية يعني بدأت تخرج يعني دفعات جديدة يعني من حوالي سنتين وجاي في موضوع التربية الخاصة. فإحنا بنأخذ تخصصات تربية خاصة، بنأخذ التربية الابتدائية اللي بيحملوا هذا المؤهل يعني، وبناخذ كمان اخصائيين النطق والسمع، لانه في عندنا مرات بعض الطلاب ممكن يكون في عندهم مشاكل في النطق او التأتأة، في طلاب عندهم صمت اختياري، في طلاب عندهم بكم جزئي. بتعرف الطلاب كثير احنا في عندنا يعني اعراض، يعني كل طالب بحد ذاته هو قضيه وبحاجه لمتابعه ودمج وتعليم. وكمان اذا احنا تركنا هذا الطالب من ضمن 30 طالب جوا غرفه الصف، ما بتعرفي قديش انه ممكن يكون حجم الاهتمام. نعم. اللي ممكن يلاقيه. قبل ما نذهب للكتاب والدليل وما يحمله، عند هاي الجزئية كيف يتم تمييز الأطفال والطلبة في الصفوف؟ وهذا موضوع مسؤولية كبيرة، يعني إن كان من الأهل أو إن كان من داخل المدرسة نفسها، حتى يعني يستطيع الطالب الالتحاق بزملائه، الحصول على حاجاته في الدراسة بالطريقة الخاصة وفي غرف المصادر، أو إن كان في أنظمة أخرى يعني يتعامل معها. هذا طبعا سؤال كمان مهم جدا، قضيه كيف انه احنا يعني نختار هذول الطلاب، وكيف ممكن نقدم لهم هاي الخدمات، ومين هم الطلاب اللي بدهم يستفيدوا من هاي الخدمات. احنا بدايه بكون في تعاون كبير جدا بين الاهل اولياء الامور وما بين المدرسه في هذا الموضوع. فاذا كان في معلومات او ملاحظات اضافيه عاده المدرسه بتقدمها او اولياء الامور بيقدموها للمدرسه حتى يقدر المعلم يشخص هاي الحالات. هلا احنا في عندنا ادوات خاصه للتشخيص، وهي الادوات اللي احنا بنستخدمها هي عباره عن بعض اختبارات الذكاء الموجوده المقننة اللي بنتحدث فيها عن إنه كيف تعرفي تقدر أنت تميزي هاي الاختبارات اللي لها علاقة بالمهارات الحياتية، اللي علاقة لاختبارات الذكاء في اللغة العربية وفي الرياضيات. بنقدر نشخص كمان قديش مستوى الذكاء ومستوى النمو العقلي. وحكيت لك إنه يمكن كثير من القضايا اللي إحنا بنعتبرها شوي مرات يعني بحاجة فعلا لجهد كبير، لأنه كل طالب ممكن يكون في له خطة فردية تختلف عن زميله الآخر. ممكن في تلاقي طالب ممكن مستوى نمو العقلي غير نمو الجسمي، أو ممكن تلاقي طالب إنه إحنا نكتفي على الأقل إنه نقدر نساعده في موضوع المهارات الحياتية. بعض الطلاب يعني انت ممكن تساعديه في انه يزرر مثلا قميصه، او كيف ممكن يربط ربات حذائه، يعني كيف انه مثلا يروح على الوحده الصحيه، هذا جيد. نعم. بعض الطلاب كيف انت ممكن تساعديه في موضوع جدول الضرب، كيف ممكن تساعديه في بعض المصطلحات، بعض الطلاب كيف ممكن تساعديه في النطق.
احنا اللي بهمنا ما يلي، انه الطالب ما يكون موجود معزول في موقع خارج المدرسه، وانما يكون موجود في داخل المدرسه ويتلقى هي الخدمات التاهيليه والتعليميه في انواعها. من هنا خلينا نتحدث عن المعايير استاذ محمد، المعايير المهنيه لمعلمي غرف المصادر بالتفصيل، ما الذي ما هي المعايير اللي يجب ان تتوافر في كل معلم موجود في غرفه من غرف المصادر؟ وهذا طبعا هي هذا اهم ما يميز معلم غرف المصادر. انا اذا سمحتوا لي يمكن اوضحها بانه ما هي سمات معلم غرف المصادر. يمكن احنا مرات نقول ما هي سمات المعلم وهي معروفه، لكن سمات معلم غرف المصادر شوي بدخل عليها مجموعة من الاستثناءات. على سبيل المثال يجب أن يكون لديه تقبل لهؤلاء الطلبة ذوي الإعاقة، النظرة الإيجابية للعمل، وهذا مهم جدا لأنه الموضوع بحاجة لصبر وتحمل، الحيوية والحماس، الهدوء والاتزان الانفعالي وضبط النفس، روح المبادرة والتطوع، سرعة البديهة، المرونة في التعامل مع المواقف غير المتوقعة، التحدث بلباقة أمام الآخرين، دقة الملاحظة، تحمل ضغط العمل، المظهر العام الملائم، العمل بروح الفريق. يعني في عندنا كثير احنا من السمات اللي احنا بنتمنى تكون موجوده في كل المعلمين، لكن معلمين غرف المصادر يمكن هذه شويه اللي احنا اضفناها اكثر. يمكن لو تسالوني من وين جبتوا مصادركم، بنقول لك احنا مصادرنا من الدين، من القيم والمبادئ الانسانيه، الثقافه العربيه والاسلاميه، الادب التربوي، العادات والتقاليد، التشريعات والقوانين والانظمه. وفي خصوصيه خاصه اضافيه لمعلم غرف المصادر، انه هو عنده دعم ومناصره حقوق الطلبه ذوي الاعاقه، هذا مهم جدا. حتى اليوم احنا كمان عمالنا بننفذ كثير من المشاريع في مدارسنا مع الطلاب انفسهم، انه قديش لازم تكون المدرسه هي بيئه دامجه للاشخاص او الاطفال ذوي الاعاقه. يعني هذه كمبادرات بننفذها في مدارسنا من اجل انه ننشر ثقافه انه قديش لازم نتقبل الاطفال اللي عندهم اعاقه طبعاً. في مدارسنا مش انه يعني بفتره هم موجودين في المجتمع، موجودين في المجتمع وبالتالي هم موجودين في المدارس كأطفال يمكن يعني نعم حتى صحيح. موجودين في مراكز خاصه او حتى في البيوت للاسف يعني. فاحنا يمكن في اخر احصائيه لجهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني صار في تحسن بين 2011 لل 2018 بقديش عدد ونسب الاطفال ذوي الاعاقه، قديش قدرنا ندمجهم في النظام التعليمي. فكتير صار في تحسن عن النسبة السابقة اللي حسب ما رصدها جهاز وتقبل يعني حتى تقبل يعني. المجتمع ربما هي يعني فقط وقفة قصيرة حول تقبل المجتمع وخاصة من السن المبكر لوجود هذه الفئة وأنها فئة عادية موجودة في المجتمع نتعامل معها بطريقة طبيعية، وهذا مهم في تنمية الأطفال وبتربيتهم خاصة في المدارس. وهو وجود الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من ضمن النظام التعليمي المدرسي أصلاً يساعد أنه قديش ننشر ثقافة أنه هم جزء أصيل من هذا المجتمع. بصراحة يمكن إحنا الجهد لازم يتكامل أكثر من هيك حتى نطمئن أنه هدول الأطفال ممكن يكون في عندهم إعاقات ظاهرة وممكن يكون في عندهم إعاقات مخفية. الإعاقات الظاهرة هذه من السهل جداً تتعاملي معها، زي الإعاقات الحركية، الإعاقات البصرية السمعية، بس الإعاقات المخفية مرات بتكون في صعوبة بالتعامل معها، زي مثلاً طيف التوحد، عندك صعوبات التعلم، بطء التعلم، هذه بحاجة لبرامج يعني علاجية تخصصية، وإحنا بنحاول يعني قدر الإمكان في وزارة التربية والتعليم يعني نلم في كل هاي القضايا. المضبوط عندنا وزارة التربية والتعليم معالي الوزير يعني في توجيهات عالية جدا قديش لدعم هاي الفئة. يمكن واحد من أهم البرامج اللي بيكون فيها معالي الوزير اللي هي على مقعد الوزير، بستضيف فيه الأطفال صحيح. اللي في عندهم يعني قضايا ومشاكل. نعم نتابع في المعايير المهنية لمعلمي غرف المصادر. شوفي أهم شيء إنه لازم نأخذ إقرار خطي بموافقة أولياء الأمور. لانه يعني اذا احنا بنشتغل بتعرفي مرات في بعض اولياء الامور بتخافي من قضيه الوصمه، يعني انه والله هذا الطفل دخل غرفه المصادر مع هذا الطفل عنده اعاقه، وهذا الحمد لله رب العالمين تجاوزناه، يعني صار اليوم فهم واضح انه صار في الاهالي بيسالوا وين المدرسه اللي فيها غرفه مصادر حتى يودوا اولادهم عليها، لانه صار في كثير قصص نجاح عندنا. اخر قصه نجاح شفناها طفله عندها اعاقه حركيه. نعم. عندها يبدو وضع نفسي لدرجه انه البنت لا تتحدث اطلاقا في المدرسه، بالبيت بتحكي مع امها. بالمدرسه ما بتحكي ابدا لا مع زميلاتها، بس تكتفي بالايماءات بالراس او نعم. بالابتسامه. فنتيجه تدخل فرق مركز المصادر والمرشدين التعليم الجامعي والمرشدين التربيه الخاصه، وهذه الحاله يعني استمرت فتره طويله، صار في نوع من التدخل اللي قدرت في الاخر البنت تتحدث، خرجت نعم. عن صمتها، هذا بنسميها الحاله نعم. صمت اختياري، لدرجه صارت اليوم تحكي في الاذاعه المدرسيه. جميل. يعني احنا يعني بنكون يعني مبسوطين انه طيب يعني أكيد. نوصل لقصص نجاح يعني. من هذا النوع يعني. طيب استاذ محمد، تطبيق عملي لما هو وارد في هذا الدليل وكم ممكن موائمته بالفعل بحيث يعني نحصل على النتيجه اللي احنا محتاجين اليها، ايش الاسس اللي بناء عليها بتم العمل مع المدرسين وطاقم التعليم الذين يتعاملون مع هذه الفئات؟
يعني أنا أحكي لك الصحيح أنه لما تم العمل على يعني تأليف أو العمل في هذا الدليل ما كان الموضوع بسيط، لأنه أنت لما بترجع لأدب التربوي وبدك تشوف يعني في كل العالم كيف الناس بتشتغل. ولمعلوماتكم إحنا يمكن بفلسطين فخورين بتجربتنا في موضوع التعليم الجامع والدمج. لو بتروح إلى الجانب الآخر عند الاحتلال الإسرائيلي بيشتغلوا بنظام التعليم بشكل مختلف، بيصنفوا الطلاب بحسب إعاقاتهم وبيقدموا لهم الخدمات بناء على الإعاقات اللي بقدموا. إحنا لا نؤمن بأنه لازم ندمجهم ضمن النظام التعليمي، هذه يعني فيها نواحي إنسانية تعليمية، وبنشوف كمان عمالنا ننجح كتير في هاي القصص. مش بالضرورة تحط كل الطلاب اللي عندهم إعاقات حركية في مكان لحال، واللي عندهم إعاقات بصرية لحال، واللي عندهم إعاقات في ذهنية لحال، وإلى آخره. فاحنا يعني بنشوف انه يعني غرف المصادر لو سالتوني عنها في مدارسنا كمان من ايش بتتكون او كيف شكلها وشو بتختلف عن بقيه الغرف الصفيه، بقول لك هي غرفه عاديه صفيه لكن فيها مجموعه من الوسائل التعليميه الحسيه الادراكيه، لانه حاجات الطلاب شوي بتختلف. مش يعني زي الوسائل التعليميه اللي انتم بتعرفوها، اساليب ايصال المعلومات. بيوتكم مباركة، وإحنا دائما سعيدين بهذه الثقافة بهذه الأفكار اللي تكون منتشرة في مجتمعنا الفلسطيني. مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم العالي الأستاذ محمد الحواج، شكرا جزيلا على وجودك معنا. كل عام وانتم بخير. انت بألف خير. انت بألف خير، يسعد صباحك دائما. نتابع في هالجولة الصباحية، ما زال لدينا العديد حتى 11، ولكن وقفة قصيرة ومنتابع من بعدها جولتنا الصباحية. أكيد. صباح الخير من جديد مشاهدينا، منرحب فيكم وين ما كنتوا بتتابعونا وبكل من انضم إلينا لمتابعة هذا المشوار الصباحي. أيضا يمكن متابعة محطاتنا وفقراتنا المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحتنا على الفيسبوك فلسطين هذا الصباح. في هذه المحطة رح نتحدث عن حملات الخير، وفي رمضان تكثر هذه الحملات الخيرية. في هذا السياق رح نتحدث تحديدا عن جمعية عطاء وحملات الجمعية الفلسطينية للتطوير والتنمية المجتمعية. عن طبعا أهم وأبرز المحطات رح نركز على شهر رمضان والعمل بشكل عام مع سيد ماهر القديري رئيس مجلس الإدارة. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. أهلا بك، كل عام بخير. صباحك بخير لجميع المشاهدين المستمعين. يسعد صباحك وأنت بألف خير. أستاذ ماهر، بالبداية خلينا نتعرف قليلا على الجمعية الفلسطينية للتطوير والتنمية المجتمعية، عمرها وخبرتها في المجتمع الفلسطيني بكل ما تحمل من حملات. بداية، الجمعية الفلسطينية للتطوير والتنمية المجتمعية عطاء جمعية أسست في عام 2005. نشتغل في كل الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة والقدس. المركز الإدارة العامة تبعنا في محافظة رام الله والبيرة. الشغل في قطاع غزة والقدس بيقتصر على بعض المساعدات الإنسانية بعد الأحداث اللي صارت في غزة والمشاكل اللي بالقدس والاحتلال. بنركز على محافظة رام الله والبيرة ومحافظات الضفة الغربية التسعة اللي غير رام الله والبيرة. بنشتغل مع كل الفئات المجتمعية، وبنركز أكثر إشي على فئة الأطفال. بنشتغل معاهم اللي هاي الفئة من 9 سنوات ل 18 سنة. بنشتغل معاهم كثير برامج وأنشطة، منهم إشي لامنهجي وإشي منهجي. بنشتغل معاهم برامج ترفيهية في الصيف في مخيمات صيفية ومخيمات شتوية. بنشتغل معاهم إشي إغاثي مثل الحقيبة المدرسية، زي المدرسة، كسوة العيد، كسوة الشتاء، كل هاي البرامج. كمان عندنا
البرامج اللي لها علاقة بشهر رمضان المبارك اللي شهر الخير والبركة. بكون عندنا برنامج قبل شهر رمضان بأسبوعين بنحدد فيه آليات العمل بناء على خطة عاملة الجمعية، مجلس الإدارة، المتطوعين، الإدارة التنفيذية، كمان مع شركائنا في القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والأهلية. عندنا السنة كان 11 برنامج نفذنا جزء وضايل معنا جزء لعند رابع يوم العيد بكونوا. بدينا قبل بأسبوع من رمضان بتنفيذ مشروع طرود الخير الرمضاني، بتوزيع سلة رمضان الغذائية. طبعا بنوزع هاي الطرود على مدار 4 مرات في الشهر كل أسبوع على مجموعة أسر في مناطق مختلفة. بدينا من منطقة مخيم عرب الجهلين، وبعدين في محافظة رملة والبيرة والقرى، وكمان مستهدف الناس الأيتام اللي عندنا في الجمعية اللي عددهم حوالي 25 أسرة. هدول بنستهدفهم على مدار العام في كل برامجنا وبنركز عليهم وبكونوا هم أولوية عندنا. بنقدم لهم كل إشي في هذا الشهر من خلال طرود أو لحوم طازجة، دجاج، مشتقات الألبان، ملابس، أحذية، إفطارات رمضانية، كل الأشياء، ملابس للعيد، ألعاب، فقرات وأمسيات وكل هاي التفاصيل. طبعا نشاطكم هي مستمرة ودائما وعلى مدار العام وفي عدة مجالات كما تابعنا وشاهدنا، وهذا موضوع مهم. يعني كيف بتم التركيز على النشاطات اللي هي بتكون خيرية بالأصل ومعطاءة لفئات محددة، وكيف بتم اختيار هذه الفئات من قبل الجمعية؟ احنا كجمعية بنشتغل على مدار 12 شهر، عندنا برامج وأنشطة في مختلف المجالات. بنشتغل مع المرأة، مع الشباب، مع طلاب الجامعات، مع الخريجين، بنشتغل مع المؤسسات الحكومية، كل هاي التفاصيل. عندنا خطة بنشتغلها في أول شهر 1 من كل سنة وشهر 12 من السنة اللي قبلها، بنحدد شو برامجنا وأنشطتنا. هلأ احنا كمان يعني هاي البرامج والأنشطة مش كلها بتتنفذ، يعني بنقدر نقول 85% متنفذ، لأنه الوضع العام في البلد بكون في عنا مشاكل، بكون في عنا أحداث، بكون عنا كمان صعوبة التمويل، لأنه إحنا كجمعية بنعتمد 99.9% من تمويلنا على القطاع الخاص الفلسطيني. بنشتغلش مع أي مؤسسات دولية، لا أمريكية ولا أوروبية ولا أي جهات، إحنا حتى عربية بنشتغل، بنركز على القطاع الخاص الفلسطيني والمؤسسات الحكومية وعلى تبرعات من أعضاء الجمعية والرسوم والاشتراكات. هاي بنشتغل كتير برامج يعني إشي خيري وإشي تدريب وتثقيف وتنمية مهارات، بس أكثر إشي اللي هو الإشي يعني الإغاثي والخيري والإنساني على مدار العام، زي حملة الشتاء بنوزع صبات وحرامات في الشتاء، ملابس شتوية في المدارس، حقائب مدرسية قرطاسية وزي في رمضان كسوة، وفي عيد الأضحى كمان كسوة للعيد، وكل هاي الأشياء. طبعا الفئات المستهدفة احنا بنتواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وعندنا احنا داتا وباحثين، عندنا استمارة بنزور هاي الأسر، بنعبي لهم وبصير عندنا تقييم مين الأولوية، وبنصنف الفئات حسب ألف وباء وجيم. ألف اللي بيكون عدد الأطفال أكثر عندهم لا سمح الله ذوي احتياجات خاصة، طلاب جامعات، باء أقل شوي، جيم أقل، وببلش تصنيف انه هاي الأسرة بتحتاج إلى 3 طرود في الشهر، هذه بتحتاج إلى 2، هاي بتحتاج إلى 1. أستاذ مهد، بانتقل لجزئية أخرى وهي مفهوم التطوع. هاي الجزئية بتمني أنا وضحها بشكل شخصي بعيدا عن البرنامج، ولكن نتحدث قليلا عن فكرة التطوع وجودها في المجتمع. منهم بدي أتطرق للأعضاء الجمعية اللي موجودين معكم، أيضا المتطوعين إن وجدوا، تواصلكم معهم، وجود هاي الثقافة في مجتمعنا الفلسطيني وهي منتشرة بشكل كتير كبير بين فئة الشباب تحديدا، ودائما كل يوم عم نشوف مبادرات بتنطلق ومبادرات كلها تحمل نفس الهدف، والاندفاع عم بيأتي والأفكار عم تأتي من الشباب أنفسهم. فأي مدى عفوا برأيك الجمعيات وأحدها جمعية الفلسطينية للتطوير والتنمية المجتمعية بيوقع على عاتقها مسؤولية فعلا نشر هذه الثقافة بشكل أوسع، توجيه الشباب بحيث أنه الهدف وخدمتهم تكون على أكمل وجه بالطريقة فعلا اللي تطور المجتمع؟ صحيح. بالنسبة للجمعية إحنا كأعضاء مجلس إدارة، إحنا أول شيء بالقانون وإحنا متطوعين في الجمعية، لأنه إحنا عنا التزامات تانية غير الجمعية. إحنا كجمعية ما فيش عنا موظفين نهائيا في الجمعية، كل الطاقم التنفيذي والمتطوعين هم متطوعين. عنا متطوعين دائمين اللي هم خريجين الجامعات وإلهم مسميات وهيكلية، لعند ما يكون عنا إن شاء الله في أقرب فرصة رواتب وترتيب أمور. عنا طاقم من المتطوعين
عددهم 50 شاب وصبية. هدول 50 شاب وصبية عندنا 10 منهم خريجين جامعات، وعندنا 40 شاب وصبية صف 9 و10 و11 و12 نشتغل معاهم بداية على تأهيل وتطوير وبناء قدراتهم في مجالات كتير مثل القيادة والريادة، إدارة الوقت، إدارة الأزمات. بنشتغل معهم على مدار العام برامج تدريبية لها علاقة في هذا الإشي، تنمية روح التطوع، وبعدين ببلش ينخرطوا في الدوائر والأقسام اللي موجودة في الجمعية اللي بديرها شباب وصبايا كمان خريجين كمان متطوعين. إحنا بنبني هذه الروح التطوعية لأنه أصلاً فلسطين من بدايتها من 1800 و1917 و1917 العونة والتطوع، الشعب الفلسطيني كله متطوع، حتى اللي بيشتغل في الحكومة أو في غيره بيمارس أعمال تطوعية في كتير مجالات. إحنا بنهتم في شريحة الأطفال اللي هم أقل من 18 سنة، بنشتغل معاهم لأنه إحنا في الفترات الأخيرة بدينا نحس إنه الناس بدأت تبعد عن التطوع، الشباب الصبايا التهوا في شغلات كتيرة، الإنترنت له دور كبير كان في تخفيف هاي الأمور. بس بدينا لنا سنة ونص بنشتغل على هاي الفئات، وبنلاقي إنه هم عندهم روح التطور أكثر منا. إحنا خلاص يعني بطلنا شباب هلا، روح الشباب يعني، يعني هم يعني روح الشباب، بس هم قمة الشباب ما شاء الله عليهم. يعني امبارح كان عندنا نشاط مع الشرطة نفذناه في مدخل مدينة البيرة، وزعنا مي وتمر على المدخل. يعني صديقي وزميلنا في الشرطة بيقول لي ماهر أنت يعني جايب كثير ناس شباب وصبايا، قلت له أنا بدي 10 أجوا 30. حلو. بس يعني في الآخر ما بنقدرش نقول لحدا لا ما تتطوعش. أكيد. هو عمل تطوعي إنساني خيري يعني بيعزز روح القيم بالنسبة لشبابنا وصبايانا، واللي هم أصلا الشباب المرحلة الجاية هي مرحلتهم، لأنه البلد إن شاء الله هي بنت مؤسسات الدولة تبعها، بس بدها شباب تدير هاي المؤسسات، وإن شاء الله يكونوا ما شاء الله عليهم متميزين ومتألقين إن شاء الله. طب أستاذ ماهر، إذا ما تحدثنا عن التكافل الاجتماعي اللي ببرز من خلال جمعيتكم والجمعيات الخيرية بشكل عام، كم نجد أنه مكرس بالفعل في مجتمعنا وقادر على سد حاجات الفئات المحتاجة بالفعل والفقيرة والمهمشة في المجتمع؟ كم نحن نحتاج يعني إلى تعزيز هذا العمل بشكل أكبر؟ يعني أنا بلاحظ أنه دائماً بس في شهر رمضان بتكتر المبادرات والمؤسسات وكذا، وهذا عندنا تحفظ كتير عنه كمؤسسات وجمعيات مرخصة حسب النظام والقانون، أنه هذا بيعملنا أزمات. يعني إحنا لما بنتواصل مع سين أو صاد عندنا مشروع عندنا كذا، بنكون حدا قبلنا 30 حدا سبقنا ناس مبادرات شبابية، إحنا مش ضدهم، بس الصح وبالقانون انه هاي كلها لازم تكون اطر منظمه مرخصه، مش عشان شيء، عشان الازدواجيه. انا بدي اعطي سين بروح كمان 5 بعطوا نفس الشخص، فبصير عندنا تكدس عند الناس واخرين فيش بوصلهم ولا شيء. كمان احنا عشان مرخصين بنشتغل مع الوزارات. الان انا مثلا بدي في منطقه رام الله 5 ايتام، بخاطب وزاره التنميه الاجتماعيه بعطوني بزودوني بهاي الخمسه، هذول بكونوا اوريدي فحصين عليهم وإلهم داتا في الوزاره وكل هاي التفاصيل، واحنا كمان بنقيمهم حسب الاولويه، لانه وزاره الشؤون الاجتماعيه شيء عام. احنا بنخصص مثلا بدنا ناخذ منطقه مخيم الامعري او مخيم قدوره او كذا او القرى، فبصير عندنا اليات عمل متواصله. القطاع الخاص الفلسطيني فيه خير، بس كمان بتمنى انه يكون فيه خير اكثر من هيك، لانه احنا زي ما بنشوف دائما مصائبنا ونكباتنا ما حدا بنفعنا غير أنفسنا. وفي هاي النقطة بتساؤلي هون عن احتياجاتكم، يعني بكل الفعاليات اللي ذكرتها حضرتك واللي أنتم بتنفذوها في الجمعية على مدار العام بمختلف المناسبات، تالي هناك بعض المتطلبات والاحتياجات ليس فقط من أهل الخير، أيضا من الجوانب والمؤسسات اللي بإمكانها أنها تساعد، وإذا اعتمدنا بشكل كامل على أهل الخير لربما لن نستطيع أن نساعد القدر الكافي من العائلات المحتاجة. فبالتالي كجمعية فلسطينية، ما هي متطلباتكم واحتياجاتكم وبعض المناطق أو الزوايا اللي بتواجهوا فيها صعوبات وعراقيل خلال المساعدات؟ يعني احنا اكثر شيء بنعاني منه احنا وكل المؤسسات الموجوده في هاي البلد اللي هي المصاريف التشغيليه، اجار المكاتب، كل الاشياء اللي لها علاقه بالكهرباء، المي، الانترنت، الخدمات، كل هاي الاشياء هاي حتى المتبرع ما بغطيها وبلزمك في بعض الامور. احنا طبعا في هاي الحالات بنتوجه للحكومه، يعني بتساعد بنقول 10% من القيمه الكليه او الاجماليه لهي التكاليف،
بس كمان بصير عندنا برامج ومشاريع بنستقطع منها 5% و10% في بعض الأحيان. بس هاي المشكلة الرئيسية اللي بنعاني منها إحنا وكل زملائنا. كمان القطاع الخاص في مشكلة إنه كل المؤسسات والجمعيات اللي بتشتغل في محافظة رام الله والبيرة بروحوا عند أختنا ضحى لأنها هي رجل أعمال. أنا يعني إن شاء الله. ف50 بروحوا للأستاذة ف يعني بيستنزفوا هذا رجل الأعمال وبصير عنده ملل من هاي القصة. فبتلاقيه في رمضان بقول لك يعني أنا يعني طلعت زكاة وخلصت كل الالتزاماتي وبضل عنا كل يوم حدا بيجي وبيقدرش يقول لا لأنه هو صاحب خير وابن هالبلد. بس هاي كمان مشكلة في بلدنا، لازم الحكومة يكون لها دور. يعني احنا زرنا 50 أو 60 دولة، المؤسسات الحكومية لها دور مباشر لدعم هاي المؤسسات لأنه احنا شركاء بالقانون في هاي البلد عشان احنا نعمر هاي البلد وندير بالنا على أهلنا وإخوتنا. احنا كلنا معرضين نكون لإحدى الحالات اللي احنا بنساعدها، يعني ممكن نصير أيتام وممكن نصير ذوي احتياجات خاصة لأنه احنا بنعيش احتلال وقهر وظلم كل يوم. رسالة مهمة وإن شاء الله بتوصل، ويجزيكم الله الخير يعني على كل هذا العمل الخير في جمعية عطاء، الجمعية الفلسطينية للتطوير والتنمية المجتمعية. أستاذ ماهر القديري رئيس مجلس الإدارة، يسعد صباحك ورمضان كريم. الله أكرم، كل عام وأنتم بخير. شكرا لك وأنت بألف خير. تابع في هالجولة الصباحية ووقفة خاصة بالتغذية والطبخ، كيف أنت بالشوكولاتة والكراميل؟ تحب الحلو؟ أكيد. الشيف فداء كنعان رح تحضر لنا هالمكونين تمزجهم مع بعض، خلينا نشوف شو رح يطلع معها. يسعد صباحكم مشاهدينا من برنامج فلسطين هذا الصباح، معكم البيستري شيف فداء كنعان من أكاديمية كيتشن كلب. اليوم عندنا وصفة الشوكولات كريم كراميل، وصفة كتير بسيطة وكتير سهلة، مكوناتها بسيطة. عندي 4 صفار بيض ودارك شوكولات وحليب فريش كريم وسكر. هاي الوصفة من الحلويات الفرنسية وسهلة جدا. بنحط الحليب مع الفريش كريم على النار وبنستنى لغاية ما يغلو. بنخفق الصفار البيض مع السكر وبنضل نخفقه لغاية ما يدوب السكر ويصير صفار البيض لونه شوي أفتح، وبنضيف السكر بالتدريج طبعا. هيك بصير عندي الخليط، صفار البيض صار فاتح والسكر تقريبا داب. بستنى الحليب مع الفريش كريم بس يغلى شوي. طبعا انا مجهز الفرن على درجة حرارة 150. بنخبز الشوكولات كريم كراميل على حمام مائي لمدة 45 لـ50 دقيقة بيكون عندي استوى. بنجهز الشوكولاتة عشان نحطها على خليط الفريش كريم مع الحليب. بمجرد ما بيبدأ يغلى بنضيفها. كخطوة مختصرة، احنا عملنا الكراميل هو عبارة عن سكر ومي، بنحطه على الغاز وبنتركه لغاية ما يصير لونه ذهبي بهاي الطريقة، وبنفرده في صحن اللي بدنا نخبز فيه الشوكولات كريم كراميل. بعد ما بنجهز خليطنا بنحطه فوق الكراميل هذا وبنخبز. هذه كخطوة مختصرة. بعد ما بدأ يغلى الحليب مع الفريش كريم بضيف الشوكولاتة، بتركها وبرفعها عن النار. بنحرك، طبعا اكيد الشوكولاتة رح تذوب بسرعة على حرارة الحليب
والكريم بعد ما أتأكد إنها ذابت تماماً بدي أخذ صفار البيض وأضيفه بس بخطوة معكوسة أولها بدي أضيف شوية من الخليط على صفار البيض عشان شوية أرفع حرارته لأنه ما بدي البيض ينطبخ عندي إذا حطينا البيض دايركت على الخليط اللي بغلى أكيد رح ينطبخ وإحنا ما بدنا نطبخ البيض فبهاي الطريقة إحنا رفعنا درجة حرارة البيض بنضيف خليط صفار البيض على خليط الشوكولاتة خط رفيع وبنخفق بسرعة هيك عندي صار الخليط جاهز بس بدي أصفيه بعد ما صفيت الخليط عشان إذا ضل أي قطع من الشوكولاتة مش دايبة هيك بتكون تأكدنا إنه كل شيء دايب فيها 100% باخد صحون الكريم كراميل وبصب فيها الخليط طبعاً الكراميل اللي أنا حاطه أصلاً في الصحن بدوب ولما باجي بقدم الصحن كله رح ينزل زي ما حكينا من قبل نخبزها على حمام مي على درجة حرارة 150 لمدة 45 ل 50 دقيقة مجهز أنا مي سخنة بضيفها بهاي الطريقة لغاية ما توصل المي عندي نص ارتفاع الصحن هيك تمام وبدخلها الفرن لما بيطلع بيكون هيك شكله أنا مجرد إني بحرر أطراف الصحن بهاي الطريقة وبدخل الصحن على الميكروويف بعد ما دخلت صحن الشوكولاتة كريم كراميل على الميكروويف لمدة 10 ثواني هيك صار الصحن جاهز بحط صحن التقديم بهاي الطريقة وبقلي وهيك هيك الكراميل صار جاهز الكراميل اللي نزل طبعا من الأطراف هو السكر والمي اللي أنا كنت عامله من قبل عندي قطعة كريم تشيز وعندي جونز شوكولات أند مينت وهيك الطبق بيكون جاهز
صباح الخير مشاهدينا، وطبعا أجواء العيد طبعا اللي احنا دايما نترقبها في شهر رمضان ونتنقل فيها في مناطق مختلفة في محافظاتنا المختلفة. اليوم راح نكون من محافظة رام الله والبيرة، وإطلالة صباحية طبعا مع هذه الأجواء ومع اقتراب العيد والتحضيرات والتجهيزات وكل الأمور اللي موجودة بالأسواق بدنا نطلع عليها كمان. خلينا نشوف كيف أجواء العيد في مدينة رام الله والبيرة. بتنضم لنا ميساء عياد. يسعد صباحك ميساء. يسعد صباحكم، يا رب يسعد صباحكم مشاهدينا الاعزاء، واهلا وسهلا فيكم بهي التغطيه المباشره من مدينه رام الله، لننقل لكم استعدادات المواطنين لاستقبال عيد الفطر. طبعا اعاد الله علينا وعليكم باليمن والبركات، وقد تحققت امان وامال شعبنا الفلسطيني باقامه دولتنا الفلسطينيه وعاصمتها القدس الشريف. يعني الحركه في هذا الصباح، يعني لا يوجد حركه حتى الان في مدينه رام الله، المحلات شبه فارغة، الحركة تزداد بعد الإفطار. يعني في هذا الصباح سأرحب بمواطنة لنتعرف كيف استعدت لاستقبال العيد. صباح الخير خالته. هلا بك، صباح النور. نعم، وانت بألف خير. خير الله يسعدك. تعرف على حضرتك؟ والدة الأسير مؤمن مخلوف. حياك الله. تحكي لنا مؤمن قد ايه محكوم؟ محكوم سنتين وعشر شهور. الله يفرجها عنه. كيف استعداداتك للعيد؟ تقولي ما في استعدادات، اول شيء عشان ابن اسير وما فيش، يعني فرحه منقوصه اكيد. الله يفرجها عنه. شو الرساله اللي بتحبي توجهي اياها عبر شاشتنا، شاشه تلفزيون فلسطين؟ بقول له يا امي كل عام وانت بخير، وان شاء الله يا رب الفرج لك ولكل الاسره وبكل الشعب الفلسطيني كل عام وهو بخير، وبطلب منهم يشدوا الرحالة للمسجد الأقصى ويكثروا من زيارتهم للأقصى، لأنه الأقصى بده روح، بده مواطنين، بده ناس تدافع عنه. وخلص مش قادر أحكي والله. كل عام وانت بألف خير، وان شاء الله يا ربي العيد الجاي يكون ابنكم، ابنك اكيد معك في البيت وبعيد، وكل الأسرة اكيد، كل الأسرة يا رب. يا رب حبيبتي، شكرا لك. شكرا ان شاء الله. اكيد نشكرك على وجودك معنا ويسعد صباحك. مشاهدينا الاعزاء، حمايه المستهلك دائما موجوده في الاسواق لتراقب السوق الفلسطيني، وبتزداد اكيد هاي الجولات الميدانيه خلال هالفتره. رح نحكي أكثر عن خطتهم لهذه الأيام. بيسعدني أن أرحب بالسيدة رانيا الخيري، أمين سر جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة. يسعد صباحك. يسعد صباحك، وكل عام والجميع بألف خير إن شاء الله. يعني اليوم أنت موجودة معنا بالميدان، عادة كنا نستضيفك عنا بالاستديو، دائما أكيد برحب فيك. نحكي عن خطتكم في هاي الأيام، الأيام اللي بتسبق العيد. يعني احنا دائما عبر صفحاتنا، صفحات التواصل الاجتماعي وعبر كل مقابلاتنا الصحفيه وكمان بتواجدنا بالاسواق مع الناس، احنا دائما بنقول للناس انه يتسوقوا بذكاء، يشتروا الاشياء اللي هم لازماهم، ما يشتروا اشياء كثيره اللي هم مش لازماهم، يصفوا انه حاطين في اشياء في البيت غير لازمه، في مصاريف زياده بتكون، يعملوا برنامج ومخطط تخطيط ايش اللي لازم يشتروا. كمان بنفس الوقت لما بدهم يشتروا يعرفوا ايش اللي يشتروا، يتاكدوا من صلاحيه المنتج اللي بدهم يشتروا، من المكان، الاماكن اللي هي موثوق فيها، وما يشتروا من المحلات اللي او من البسطات اللي كمان مشكوك في امرها. هاي الفترة بالذات احنا عم بنشوف ازدياد بعدد البسطات، وكثير من الناس بلجأوا انه يشتروا من البسطات، لانه الصراحة السعر ارخص من المحلات، وانت بتعرف اكيد والكل بيعرف الوضع الاقتصادي اللي بمر فيه اكيد ابناء شعبنا الفلسطيني. شوفي للأسف إنه في بعض المحلات، مش الكل، إحنا في عمالنا بنشهد شوية في عروض عمالها بتكون بالمحلات، بس بنفس الوقت في بعض المحلات اللي عمالها لسه بتزيد الأسعار، فهذا الناس لما بتلجأ للبسطات بتلجأ لأنه زي ما تفضلتي إنه في الأسعار أرخص، بس كمان بنفس الوقت أنا ما يجيني إنه أطلع إنه سعر رخيص وأجيب أي منتج، خصوصا المنتجات الغذائية أو حتى الملابس اللي ممكن تضر صحتي وتضر أولادي، يعني ممكن أجيب كميات قليلة أو
أجيب أنواع اللي هي ممكن إنها تقدر تفيدني أكثر أحسن من ما أجيب إشي رخيص وكمان أضر بالآخر عائلتي وأضر أطفالي، خصوصا المواد السكاكر والشوكولاتة اللي هلأ إحنا يمكن إحنا هلأ بننزل نشوف كيف رح تكون منتشرة بالسوق. بس هاي كمان لازم الواحد يدير باله إنه ما ينغر بالأسعار المنخفضة، يجيب الإشي اللي الكمية المحدودة اللي بيقدر يشتريها بس بنفس الوقت ما يشتريها بكميات كبيرة. ست رغمية، احكي لنا كيف كانت رقابة على الأسواق في الشهر الفضيل وما زالت أكيد هاي الرقابة مستمرة حتى هاي الأيام؟ يعني احنا خلال أول أسبوع من شهر رمضان المبارك شهدنا في ارتفاع للأسعار لأنه كان في كتير إقبال كبير من الناس إنه وكان حتى في تراكد على الأمور وعلى الأكل وعلى كثير شغلات، حتى شاهدنا بأول يومين من شهر رمضان الفضيل إنه في بعض المحلات رفوفها فضيت، فبهذه فتحت شهية التجار إنهم يرفعوا الأسعار. خلال الفترة هاي لأنه كمان ما الراتب كان بأول الشهر وأجر رمضان صدفت إنه بنص الشهر، فبنفس الوقت إحنا هلأ شاهدنا عملنا بنشهد كسات في الأسواق لأنه الناس بطل معاها مصاري بطلت تشتري. هلأ عملنا بنشهد إنه كثير من المحلات عملها بتعمل عروض لأنه المحلات حضرت حالها قبل رمضان، صار في عندها في مواد كافية لشهر رمضان الفضيل، بس بنفس الوقت هلأ في كساد الناس مش عمالها بتشتري، الطلب عماله بقل، فهلأ احنا بنشهد كتير في عروض وكتير في عملنا بنشوف في منافسة كبيرة بين المحلات اللي هي كمان هاي كلياتها لمصلحة المستهلك. لمصلحة أكيد المستهلك والمواطن، هذا الاشي بيشمل كل المنتجات والسلع حتى الملابس؟ نعم، حتى الملابس احنا عملنا بنشهد في تنافس كبير بين المحلات، الناس قدرة الشرائية تبعتها كتير منخفضة، عشان هيك عملنا احنا كتير بنشهد بنشوف عبر صفحات التواصل الاجتماعي بنشوف حسب في الجرايد هلا بتلفي في المحلات بتشوفي انه في عماله في ناس كتير عملها بتعمل تنزيلات وبتعمل خصومات وفي منافسه قويه بين المحلات عشان يقدروا يجذبوا المستهلك لانه قدرته الشرائيه قليله جدا، فهم بيحاولوا قد ما بيقدروا لانه كمان هم محضرين حالهم لبضائع كبيره، فهذه يعني فرصه كمان للمستهلك ويفوف انه قديش المستهلك في له دور في تحديد الاسعار في الاسواق. بدنا منك رسالة إن كانت للتجار وبدنا كمان رسالة للمواطنين. يعني إحنا للتجار دائما بنقولهم إنه يتقوا الله في الناس، وفي كمان إحنا شهر رمضان الفضيل هو شهر الخير وشهر الكرم شهر الرحمة، يرحموا الناس يكون نسبة يعني إحنا ما بدنا أي حدا ما يربحش يربحوا، بس تكون نسبة الربح ما تكون كتير عالية، كمان يراعوا الوضع اللي الناس فيه، يراعوا الحالة الاقتصادية ويراعوا كمان القدرة الشرائية للمواطن. نحكي للمواطن دائما ما ينغر بالعروضات بكل العروضات، دائما يسأل ودائما يتسوق، ودائما بنقولها إنه يلف على أكثر من محل لأنه في كل محل ممكن يلاقي أشياء أسعارها أرخص، يتسوق وكمان ينتبه على السعر ينتبه على الجودة، ما ينغر بالأسعار القليلة، ما ينغر بالملابس اللي هي أسعارها كثير قليلة وممكن تكون مصنوعة من مواد أو من صبغات اللي هي ممكن تضره، فدائما يتسوق بذكاء ويكون واعي خلال التسوق ويشتري بحاجته فقط مش أكثر. طبعا يشتري كميته، وخصوصا احنا هلأ دائما نقول شهر رمضان الفضيل ما ينزل على الأسواق وهو صايم، يعني يا ينزل الصبح بكير أو ينزل بعد الإفطار، بس ما ينزل وهو صايم لأنه كثير بيكتشف أنه عماله بيجمع إشياء في البيت هو مش بحاجة لها وعمالها بتنكب. وكل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بألف خير، وإحنا أكيد بنشكرك على وجودك معنا ويسعد صباحك. يسعد صباحكم جميعا، وهذا دورنا دائما موجودين في الميدان، يعني شكرا. كل التحية لكم أكيد، يعني مستمرين معكم مشاهدينا الأعزاء لنقل الأجواء في مدينة رام الله. يعني سعدنا أيضا أن أرحب بصاحب أحد المحلات وهو محمص، يعني أكيد المحمص عم بيزيد الشغل خلال هاي الفترة والناس عم حاليا عم تشتري المكسرات والشوكولاتة وبتجهز حالها للعيد. في الأول نتعرف عليك. زهير معطان من مدينة رام الله. أول شيء كل عام وأنتم بخير، وفلسطين والشعب الفلسطيني وكل أهلنا في غزة وفلسطين والأردن وكل العرب إن شاء الله بألف خير وربنا يتمها علينا بخير إن شاء الله. بتحكي لي كيف الحركة التجارية هالأيام؟ يعني أول شيء الحمد لله رب العالمين على كل الأحوال، لسه شوي ضعيفة حركة
وإقبال الناس على شراء المكسرات والحلويات والشوكولاتة. بس طبعا هذا أكيد يعني كل الناس بتقدم في العيد اللي هو المكسرات والحلويات والشوكولاتات، بس لسه يعني كمان يوم يومين بتبلش الحركة. الحمد لله رب العالمين. أنه أكثر الحركة بتشوفها بالنهار ولا بعد الفطور؟ لا أكيد بعد الإفطار، يعني حركة معدومة قبل الإفطار، يعني فيش مقارنة بين قبل الإفطار وبعد الإفطار، يعني خفيفة جدا بتكون قبل الإفطار. بعد الإفطار ما شاء الله كل الناس تطلع رام الله تنبسط وتتبضع وتشتري، بيكونوا الناس مبسوطين هم مفطرين. شو بالنسبة للأسعار؟ أي مواطن بيقدر يشتري المكسرات والشوكولاتة ولا شوي يعني مرتفعة؟ والله يعني في خيارات للمواطنين. تمام، نحكي عن الخيارات. نعم، يعني في خيارات، في شعبية وفي وسط وفي توب عالي، يعني الكل بيقدر أكيد. نعم، يشتري. نعم نعم، في يعني أسعار تتراوح من 20-50-40-60، في يعني بيناسب كل الشرائح والمواطنين. احنا اكيد بنشكرك على وجودك معنا، وكل عام وانت بألف خير، وعمين بتحب تعايد قبل العيد؟ يعني ان شاء الله كل عام وانتم بخير، والشعب الفلسطيني واهلنا في الشتات وين ما كان. وشكرا لكم كتلفزيون فلسطين وطاقم تلفزيون فلسطين اللي بتهتموا بالناس ويعني احوال الناس دائما وين ما يكون المواطن احنا معه موجودين. مع المواطنين. الله انتم ما شاء الله عنكم، يعني شرف المواطنين يا عمي. شكرا كثير وكل عام وانت بألف خير. يعني مشاهدينا الاعزاء، ما زلنا متواصلين في هذه التغطيه المباشره من مدينه رام الله، لننقل لكم استعدادات المواطنين والحركه التجاريه التي تسبق عيد الفطر. يعني كما نشاهد مشاهدينا في الصوره، يعني الحركه خفيفه جدا في مدينه رام الله، ولكن هذه الحركه تزداد بعد إفطار. أكيد مشاهدينا راح نتواصل في هالتغطية، وأكيد نسأل الناس عن استعداداتهم. صباح الخير وكل عام أنت بألف خير. صباح الخير وكل عام أنتم بخير. الأسير المحرر نضال سمارة، كيف استعداداتك للعيد؟ للعيد؟ والله يعني ما أنت عارفة، احنا حاليا في الجانب الأول نهتم بالأسرى والشهداء داخل مخيم كلان، يعني هاي هي استعداداتنا الأولية لهذا الموضوع. أجواء العيد في مدينة رام الله مختلفة، وأكيد أنت كأسير محرر كنت تشتاق لهاي الأجواء. طبعا يعني العيد فرحة لكل أسير وشهيد صراحة، يعني ما اللي بشكل عام احنا فرحتنا يعني بشكل عام منكوسة، فرحة الشعب الفلسطيني إجمالا فعلا فرحة منقوصة. بدنا منك رسالة توجهها لأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي. في هذا العيد بقول لهم كل عام وانتم بخير، عهد الله علينا وعليكم باليوم والبركة، وإن شاء الله يفك قيد أسرانا جميعا وينعموا بالحرية بين أهليهم وذويهم، وإن شاء الله الفرج القريب للجميع. كيف كان العيد بالسجن؟ السجن هسا العيد كان مميز في السجن صراحة، كنا نستقبل العيد بفرحة عارمة. طبعا في غصة هناك في داخل تحدي، انه انتو برغم كل شيء موجودين فيه برغم السجن الا انه انتو تحديتوا السجان وبتعملوا اجواء مميزة للعيد وبتستقبلوا العيد. نعم صحيح، كنا نستقبل العيد بفرحة، يعني كنا نحضر له كل الامكانيات واللوازم اللي بتخص العيد، من كنا نجهز كل الأمور اللي بتخص العيد، يعني كنا أكثر إشي يعني جزء الواحد ما يعرف كيف يشرح الأمور، لأن الأمور اللي بالسجن مش بالحلويات الموجودة أو بحجم التآخي اللي موجود بيننا كأسرة، اللي هو استقبال العيد والتسليم والفرحة والمسامحة الداخلية ما بيننا يعني كأسرة. يعني يكون أخ مثلا في مشكلة بينه وبين أخ لإله مثلا يتم إنهائها وما إلى آخره. احنا اكيد بنشكرك على وجودك معنا، وكل عام وانت بألف خير، واكيد أسرانا بخير وانت بخير، كل عام وانتم بخير. شكرا للجميع. شكرا لك. يعني مشاهدينا الاعزاء، ما زلنا ننقل لكم استعدادات المواطنين في مدينه رام الله للعيد. نتعرف عليك عمي. علي براهمي. من وين حضرتك؟ من أريحة. كيف استعداداتكم في مدينه أريحة للعيد؟ والله استعدادات ممتاز الحمد لله. جهزتوا؟ جهزنا معمول، جهزنا واعي، عزلنا البيت.
كل عام وانت بألف خير. وانت بخير الله يسعدك صحة وسلامة. انت بألف خير. يعني مشاهدينا الأعزاء هي أجواء العيد واستعدادات المواطنين أكيد في مدينة رام الله لاستقبال العيد. الحركة التجارية كما ذكرت هي خفيفة جدا، تزداد بعد الإفطار. يعني نتمنى أن الله يعيد علينا وعليكم العيد، وقد تحققت أماني وأمال شعبنا الفلسطيني بإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. هي الأجواء في مدينة رام الله. برجع لكم زميلاتي ويسعد صباحكم. يسعد صباحك ميسا، شكرا لك على هذه الجولة في مدينة رام الله. وطبعا احنا راح نستكمل هذه الجولات في الأيام القليلة المتبقية قبل فترة العيد. بهذا بنكون وصلنا لختام جولتنا الصباحية لهذا اليوم. لقاءنا بكم يتجدد يوم غد في تمام الساعة 9 وجولة صباحية جديدة. نهاركم سعيد.